عتبة عتبة عتبة، رمسيس رمسيس. جيزة جيزة جيزة، شاورينتي النهاردة صوت بس. اكتب اكتب يا اسطى يا اسطى يا اسطى. بقولك ايه، انا على عد كلامي يا عم يوسف. انت لو حطيت كاميرا واحدة في الميكروباص مفيش حد هيركب، وبعدين مش هينفع العربية دي عليها اقساط. بص يا كبير، الموضوع كاميرات دي انا هتصرف. قشطة قشطة، اتفقنا اتفقنا. يوسف لما بيويت بيوفي، يستر ربنا. حتى فوضى بقى. بص يا رندا، انا كده كده هصوره في الميكروباص دي، فكاميرات كبيره دي ما ينفعش جوه الميكروباص، لازم الصرافي يشوف اي حاجه يحطها جوه من غير ما ياخد باله. ماشي ما تخافش، انت روح اجهز وانا هتصرف. اوكي خلاص ماشي اتفقنا. ماشي اوكي اتفقنا. امان اتفقنا. امان ماشي يا خالد. ايوه، واحده جو برو عشان نحطها في العربيه. ماشي. يا اسطى يلا نسترزق. اكتوبر 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 اكتوبر، حوصري حوصري اكتوبر، حوصري اكتوبر اكتوبر، اتفضل اكتوبر، حوصري اكتوبر. 3 جنيه نضرب كام؟ 3 3 اكتر 3. اتفضل يا حاج، حوصري يا حاج، اتفضل. حوصري حوصري يا استاذه، حوصري يا حاج. 1 اكتوبر يلا يا احمد. اعمل اجره يا اسطى، اجره بثلاثه. لا ب2 جنيه. ايه ب2 جنيه؟ كل يوم تخلوها ب2 جنيه. لا يا حاج، هو اصلا ب3 جنيه كل يوم. ب2 جنيه. ب2 جنيه؟ اه ب2 جنيه. يا اسطى يا اسطى بقول لك اجره ب2 جنيه. هي الاجره ب3 جنيه يا جماعه. لا يا اسطى مش ب3 جنيه، ده انت 3 جنيه. 3 جنيه انت، معلش بقى يا جماعه، اجره 3 جنيه. وكل يوم تخلوها. لا مش كل يوم يا حاج ب3 جنيه. لا 2 جنيه بس. لا انتوا بتغيروها على مزاجكم، ما تقولش ان هي كل يوم 3 جنيه. استنى استنى، انتوا عشان انا الصيني ولا ايه؟ هو اصلا 3. انت جاي من السين هتغلى علينا دي. غلوها على كده. شغلنا ميكروباص، الدباع مع السواق ميكروباص لازم يكون الاثنين فاهمين بعض كويس جدا، عشان دايما بيحصل موقف زي النهارده كان معايا ناس بتخانق معايا عشان الاجره غاليه ومش غاليه، وانا طبعا مش فاهمينها يعني اصلا هو بكام. ماشي. طب سالت احمد، احمد قالوا لي هو اصلا 3 جنيه كل يوم، معرفش الناس عامله معايا كده ليه. فعشان احنا فاهمين بعض، انا احمد دخلت في الخناقه دي، مش خناقه، دخلت في الطوشه دي في وسطها. يعني مثلا احمد تقول لي لا هو اصلا ب3 جنيه، هتلاقي الناس ساكته شويه عشان واحد مصري، لما يجي واحد صيني بقى لقيت سوق اعلى تاني. ايه بلو 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 ليه ليه هو من القصب 2 جنيه؟ في عالم في ناس بتديني 2 جنيه بس، ودول لا عايز جنيه تاني، هو 2 جنيه. بمزاجهم فاهم؟ فاحمد بقى ساعتها دخل الموضوع تاني، اللي مش عاجبه انزل. فانا استغربت، قلت ايه ده، هو ازاي نازل زبون؟ يعني حتى لو مش عايز ادفع جنيه دي مش مشكله، خليها 2 جنيه دي حلوه برضه. احمد يقول لي لا مش عاجبه انزل. انا قلت احمد لا معلش، ده مصلحه برضه يعني، طالما ركبت يبقى زباين، بس برضه اقتنع لازم يدفع جنيه زياده عشان ده حق. ايوه. هو انت ليه سبت الصين وجيت هنا؟ ما ان الصين فيها حاجات حلوه كتير. لا اولا انا ما سبتش الصين، انا جيت هنا عشان اشتغل، عشان اكل عيش. ربنا يوسع رزقك. قلل الاجره علينا. لا يا حاج عيب عليك، اجره اصلا ب3 جنيه. انت لميت الاجره على كام يا يوسف؟ ها؟ لميت على كام؟ لميت على كام؟ على 18. على 3 جنيه؟ على 3 جنيه. ايه ده، وصلنا. طلع سلام يا رجاله. يلا الله يسلمك. طلع سلام، طلع سلام. حرام يا حاج. اتفضلي. حرام حرام. رمايه. اه رمايه. اتفضلي بس خش جوه يا حاج. اتفضل يا استاذ. حرام حرام حرام. رمايه حرام يا استاذه، جوه هنا شويه. ايوه ايوه صح كده. رمايه انت عليك من زمان، انت واقف هنا ايه بتفرج؟ ايه يا حاج؟ هرم هرم هرم. يلا يا اسطى، شربت شاي يا اسطى؟ الحمد لله. يلا توكلنا على الله. انت منين؟ ومين بتكلم؟
انت أيوة. منين؟ ايوه يا فندم. انت منين؟ من الصيني. منورنا. شكرا. انت بتعمل ايه هنا؟ عايزين نلم الاجره الاول وبعدين نتكلم. يلا احنا هنديك الاجره. حاضر. بص يا اجره ب 3 جنيه مش كده يا معلم؟ ما تفرقش 3 جنيه. يلا بقى يا شباب بسرعه. يلا يا استاذه خد كام؟ حدا ليه باي؟ لا لا. طب كده نص نص جنيه. هات نص جنيه وخد جنيه. طب خد ايوه. ابعت نص. ايوه 2 جنيه. ايوه بس كده مظبوط. اه كده مظبوط. خلاص بص يا باشا. اه كلها كده. حد نايم ولا حاجه؟ ولا لا لا ولا حد نايم ولا حد صاحي. خلاص كلهم نايم دلوقتي. مدام ايوه بقى قول لي كنت بتقولي ايه؟ معلش انا اسف. جاي بتعمل ايه هنا؟ والله جاي اشتغل ناكل عيش هنا. ده انت كده بسم الله ما شاء الله تبقى شاطر. الحمد لله. لقمه عيش مش وحش يعني. مش عيب. مش عيب. مش عيب. لا مش عيب طبعا. لقمه عيش مش عيب يعني. لا انا بحب اشتغل بتعب بجيب فلوس وانا بتعب. طبعا الحمد لله. بس دي شطاره منك. نعم يا فندم. شطاره منك والله. الحمد لله على عدد. الحمد لله. الحمد لله. هي بالنسبة لكم غريبة واحد صيني بيشتغل في الميكروباص؟ اه بالنسبة لنا طبعا. غريب؟ آه حاجة جديدة. ايوه. ليه؟ ما جاي من اخر الدنيا عند فوجئنا. ولا علينا اجرة ولا حاجة؟ فوجئنا بيك يعني. فوجئنا بس. اه لكن انا معليش اجرة ولا حاجة. لا هو نفس السعر. لا لا لا. انا ممكن اخد 4 جنيه في اجرة عشان واحد صيني. ده عشان انت معانا بس. شكرا. والله المصريين حلو قوي في الحاجات دي. وانت كده خلاص بقى تلاقيك بقيت مصر. هيتعود. لا لسه مش مصر. شوية لسه. شوية لسه. عشان عيني لسه ضيق. شوية شوية. لا يا دمه خفيف. شوية شوية. بس انت بتحكي مصر كويس. الحمد لله. انا كل يوم زي ما انتم شايفين كده في شوارع يعني بدور على شغل. النهارده شغالة في الميكروباص. ممكن بكرة اشتغل في اتوبيس. الحمد لله. شغل مش عيب. لا مش عيب. شغل. طب بص يا حاج. يعني انت موافق ابنك تقعد في البيت مش بشتغل؟ لا لا طبعا. بالظبط. معلش النهارده يا ريت. شغلنا صعب شويه بس هتلاقي شغل. اي شغل مش مهم. اهم حاجه ما تقعدش في البيت. صحيح صحيح. ومش عيب الشغل. مش عيب. بالظبط. حرام حرام رمي حرام 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 يا استاذ. حرام يا مدام. حرام حرام. يلا يا احمد. لا شكرا. شكرا يا مدام. كم لو ثلاثة. حرام رمايه حرام. على الجنب يا احمد. حرام. معلش يا استاذ اخش جوه بقى. عد من هنا. ايوه على اليمين صح كده. يلا يا احمد. ايه ده؟ اه ماشي. ايه ده؟ ايه ده؟ اسمك ايه؟ اخراسي اخراسي. شغلك يا باشا. اه حرام حرام. حاضر 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 احمد. حرام حرام رمايه حرام. مش بتطلع له اجرته يا عم. الاستاذه لسه بتدور على الفلوس. اصبر يا عم بتدور على الاجره بتاعتك. اصبر شويه كده. بس الست دي برضه ما حسش هي راكبه ميكروباص. حسيت هي راكبه عربيتها ولا مرياك ولا حاجه. قاعد طول الطريق بيتكلم في التليفون بنته معايا. يا الاستاذ انا مش عارف اعمل بيها حاجه. كويس البنوته دي ما كانتش تعيط. ما كانش تقعد تزن ولا حاجه. كان الجو لذيذ. لو كنت طلعت تعيط دي بقى كان انا ساعتها هتجنن. انا عشان انا على نفسي ما بحبوش صوت اطفال بتعيط. انا بتجنن بالصوت. الصوت اللي هي عياط دي انا بتجنن. انا بتجنن بجد. بصراحه ما كنتش بحب اطفال يعني. زي ما قلت لك انا ما بحبوش توشه. فلما مراتي لما كبرت هنا الحمد لله
فمن ساعتها بقى لما عندك اطفال بتاعتك خلاص بقى بحب الاطفال قوي. خلي بالك في ناس من دايما حركات مش فهماني بقى. عندها قد ايه؟ 8 شهور. ايه ده 8 شهور؟ قد بنت بالظبط. يلا يا احمد شد حالك، عايزين نعمل دور تاني عشان اروح اشوف بنتي. يا استاذه لقيت فلوس ولا لا؟ سلامة. يلا يلا هرم رماية. ها عايز انزل هنا رماية. هرم 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 رماية. ها باشا هرم هرم اتفضل يا باشا. انا مش قادر خالص خالص. بقول لك يا احمد، يا احمد ما روحني معادي، روحني معادي. قشطه سلام. كل سنه وانتم طيبين. معادي معادي.